مرحبا بكم في حلقة اليوم من نهجة تريبيونال الانترفيو. اليوم موضوعنا جريمة قتل صارت في القاسرين في 28 أوت 2020. باش نعرفوا أكثر تفاصيل الحادثة معنا واحدة من أفراد العائلة، أخت الضحية تحديدا، مروة. مرحبا بك. مرحبا بك، عايشك. نحب نرجع معك للطفولة ساعة، نحب تحكي لي على العائلة، تحكي لي على رفيق خوك الأصغر وقت اللي صارت الحادثة، كان عمره 21 سنة. نحن عائلة تتكون من 9 أفراد، بامي وبابا، 5 أولاد وزوج بنات. رفيق يكون أصغر مني، لكن بيناتنا وليد ما هوش صغير بالكل، عمره 21 سنة، ماخذ الباك وقرأ بريمير فاكولتي في نفابريل استوار جيو. أخلاقه حميدة، ما عندوش حتى مشاكل، عايش كما الناس الكل. مؤخرا ولا يصلي ما شاء الله، عنده رضاية والديه، محبوب عند الجميع، مع أصحابه، مع العالم الكل، حصلوا الناس اللي عرفهم كلهم يحبوه. في الطفولة متاعكم مروة، كنت تحكي لي شوية على رفيق، شكون هم أصحابه، علاقاته اللي كبر معهم حتى ينوصل لعمر 21 سنة، كيفاش كان في القراية، متفوق متوسط؟ كان متوسط، ما هوش متفوق وما هوش ضعيف، عادي، مستوى عادي. عنده كانوا زوز أصحاب قرب منه برشا، اللي هما جيراننا، يعيشوا بحذانا، أصحاب برشا من الصغرى، من كانوا يقروا مع بعضهم من الابتدائي حتى اللي بعد تالي، هما قصوا القراية، هو بقى يقرأ، لكن هو ناضل في القراية، هو ناضل. كيفاش؟ شد صحيح، برغم الظروف القاسية، برغم الفقر، بالخصاصة، كل شيء. هو رفيق الوحيد في اخواتك اللي وصل للجامعة ولا الكلكم؟ هو الوحيد. تلقيت وتكوين جامعة؟ لا هو الوحيد. هو باك شنو؟ باك لتر. خذيه بصعوبة بسهولة؟ عامل باك بالنسبة لرفيق كيفاش كان؟ لهوتكم انتوما كعائلة بيه في الفترة هذيك المهمة في حياته؟ هو يحب القراية برشا، والعام الأول ما خذاشه لأنه في 2016 عمل أكسيدون، وجهه الكل برسكي سما تنحى، ما بقاش ليه للخشم، لا شفته الفوقية، لا لمقتلوش حتى السنة دايور. شو الأكسيدون اللي عامله بالضبط؟ هو على فرزة ودخلت فيه كرهبة، عمل حصيل وطحاله من خشمه اين بارتي وشوية من شفته، من هنا الغاب والسنية الكل ما بقى حد شيء، كلهم تنحى. قابل مواعيد الحصيل ودايره، بقى 13 يوم في غيبوبة، كعمل أكسيدون في 2016. بعد تالي تحسن، بدأ بالعمليات. الباك اللول، العام اللول كي عدى فيه الباك، كانت صعيبة بالنسبة لي لأني كانت كلها مواعيد، كلها ديما في صفاق، لما الحاجش حتى لا التحضير لا يحضر اللي يكون. ما خذيش العام اللول الباك، لكن قوى روحه، ما كانتش اللي ذي بوان فابل، بالعكس هو تقوى وعاود العام الثاني وناضل ويحضر، وبيت يسهر في الليل يحضر، ويمشي مع أصحابه ويحضر، الكور متاعه الكل أخذاهم، برغم هاني قلت لك كان يمشي ما بين القراية وما بين المواعيد والعمليات في صفاقس، كل عمليات تجميل، واخذ الباك والحمد لله، والكلنا وقفنا معاه، لقى السوتيا من عائلته من أصحابه، حاولنا لماكسيموم بوسيبل، أن نحن سيرتو أنه هو إنسان كيف يشوف روحه في المراية يحس روحه ناقص كومبليتمون، كان نورمال كامل مكمل، في دانكو يلقى روحه ناقص 100,000 حاجة، ما ينجمش يوكل حتى كل عباد، وما يأكلش قدام العباد. هذا كان مأثر على نفسيته، كان واضح بالنسبة لكم أنتم على الأخر؟ نحن شفنا اللي هي مأثرة فيه، لكن العالم الخارجي لا، خطر لقوه قوي، بالرغم رو تعرض البرشة كلام يجرح، بلوزير فوال يقول له واحد كلمة توجع، يا يشوف وجهك ولا ما عندكش سنون ولا كلامي مس برشا. هو كان يروح، نحن عائلته الوحيدين اللي كنا فاهمين اللي هو موجوع منها. تحسن مع مرور الوقت ولا أثار الحادث قعدت ظاهرة موجودة؟ تحسن شوية، برغم اللي نحن طلبنا حتى حبينا نبعثوه لتركيا ولا لفرنسا، لأنه هو كان الوضع مقلقه ورفضوا المطلب، وبقى لهنا بالمواعيد، وتعب حتى في العمليات، تحس ما فماش يعني كل ما نعرفش عملية باهية، ولا بالعكس كانت العمليات الكل نحسها فاشلة نوعا ما. قديش من عملية تقريبا عمل؟ قديش من عملية تجميل؟
ثمانية ببريا كيك ثمانية. قبل العملية وبعد كل عملية زيدا كيفاش كانت تكون نفسيته رفيق؟ كانت تزيد تولي صفر أكثر من الأول، كانت تزيد تصيح لأنه هو كان في مخه خلال وقت قصير باش يرجع وجهه كيف ما كان. كيفاش حسيت اللي نفسيته تتعب؟ كان يتناقش معاكم انتوما اخواته وامه وبوه، يوصف لكم شنو يحس، يحكي لي، يعبر لكم شنو يحكي لي؟ سيرتونا لي كنت اقرب وحده ليه، فديما يقول لي خي عاجبك وجهي هكا، يا كان متخير لي ولا بقى وجهي كي من هكا، ها فلان قال لي، هاوك الشخص هذاك عمل لي، هاوك الرمارك هذيك. كنت ديما نقوله حتى شيء حكم ربي، مؤخرا رضى بحكم ربي وبالعكس ويصلي ما شاء الله، داير نهار اللي مات فيه دوش وحجم وبدل حواجه وبرفن ومشى صلى في الجامعة الجمعة وروح صلى عنا نحن العصر ومشى صلى المغرب في القهوة وخرج مات مقتول. الله يرحمه وينعمه، تعيش وترحم عيش أختي. بالنسبة لقرايته مروة والحضور متاعه، مازلنا نحكيه على العام الثاني متاع الباك الرفيق، كان يمشي باستمرار، مأثرش على قرايته، علاقاته مع الستثته، مع الناس اللي موجودة معاه اللي يقرأوا معاه، أصدقائه وزملائه؟ ما كانتش عنده حتى مشكلة مع الفئة هذيك لأنهم كانوا متفاهمين، وهو ياسر متربي وكالم دوتيل صور اللي كلهم كانوا يعطوا فيه هكا في شوية مورال ويهزولوا في المورال متاعه، ما كانش يغيب، كان يحضر ديما، كان كتاب ده عنده ماشي لسفاقس مش يمشي رونديفو وإلا عنده عملية يمشي، سينو ديما متواجد وحاضر. هذه بالنسبة رفيق كيفاش أثر عليه الحادث اللي عامله في 2016؟ بالنسبة لكم أنتوما كعائلة، أنت شفت خوك في الوضعية هذيك، كان تحكي لي حتى على الوالدة، العائلة الكل أكيد مش كان هو كانت عنده أثار نفسية بعد الحادث، أنتوما زيدا نتصور؟ أكيد أكيد كلنا توجعنا على أخوي، لأنه هو مجرد أنه يروح ويقول لك راو سمعتك الكلمة ولا وجعتني هك الكلمة، أنت أوتوماتيك مو باش تتوجع عليه، وانك حتى تشوفه ما نجمش ياكل نورمال وما نجمش يحكي نورمال، هو كيف يحكي الريقه متاعه تسي. وبرغم هذا الكل كانت شخصيته قويه، نجم قويه يتجاوز هذايا قدام الناس، كانت قويه قدام الناس، كانت قويه شخصيته، كان يواجه ويدافع على روحه وحكم ربي وراضي، لكن كان معانا نحن كان ديما يتشكى يقول لا كان مت ارحم لي من انه وجهي كما هكا، نجو نحكو أي موضوع يقول احمدوا ربي أنتم مزلتوا بوجاكم وتنجموا توكلوا أقل حاجة، هم ينجمش يأكل لحمة كل عبيد ينجمش. وصف لي مروة كيفاش كان يأكل، كيفاش كان يتكلم؟ قلت لي ما يحبش يأكل قدام العبيد، ما يأكلش قدام العبيد، ما يأكلش لأنه ما عندوش حتى سنة والغب ما ثماش، ما ينجمش يأكل على جنب، يقص بزروسه وينضغ بزروسه كل شيء بزروسه، ما كانش عنده حتى سنة، ما كانش ممكن اللي هو يركب سنين جدد. كان ممكن لكن هما أجلوها حتى لين يشوفوا له حل في الغب متاعه، لأنه أصلا وين باش تركب السنة ما فماش، الكل هتنحت. قديش نسبة سقوط في الحادث هذي كان عندك المعلومة؟ 40% اللي هو مش قانعني كومبليتمو، خاطر إنسان وجهه تفسخ كيكاكا يعني كان يموت، هما باش يحكموا ليه حاجة باهية يعني. قلنا برغم هذا الكل، وهذايا مش الموضوعنا الأساسي الحقيقة اليوم على خاطر باش نرجع للي صار مع رفيق في 28 أوت 2020 بعد الحادث اللي صار له في 2016، تقلق نفسيا تعب ولكنه أصر باش يكمل ويواصل تعليمه، وصل للتعليم الجامعي، اختار التاريخ والجغرافيا كما كنت تقول لي هكا ولا؟ ايه نقل لتونس. كيفاش كان اختياره ووقع اختياره بالنسبة ليكم انه بشي بعد على عائلته بشي يمشي للقصرين، وقلت لي نحن متخوفين عليه متقلقين بعد اللي صار له، وبشي بعد بشي يعرف ناس اخرين بشي يعمل علاقات جديدة بشي يمشي للجامعة؟ هو يعرف يتصرف ويعرف يحكي، يعني فاسون دو بارلي متاعه باهية مقبولة، ينجم يدخل روحه بين العباد، ما كناش خايفين من العباد في تونس ولا غيرهم، لأنهم ديما خير من نجمع خير من بلاصتنا نحن، يعني إنسان بالشيفة منتي كيفاش تحاط تقولوا هذا أكسيدون مش مش يبقى مروة من التفكير أنك أنت باش تجي منطقتنا نحن أغلبها فيها الجهل،
الحقيقة لازمنا نحترم كل بلاصة أكيد مارو، لكن يمكن أنت هذية من تأثير اللي عشته مع أخوك، ولكن نعرف أنه البيه والخايف في كل بلاصة هذه القاعدة اللي ما نجموش نستغنيو عليها. لا أنا نحكي يعني في الوسط الجامعي اللي باش يدخل فيه، مانيش نحكي على عباد البر، مش كيما عباد ما هيش تقرا باقية في الدار ناقصة خبرة ناقصة تعليم ناقصة معرفة باش تقول نامبورتو كوا، كيما واحد متعلم ويعرف الأداب الحوار والاحترام وكل شيء. سي سا اللي نحكي عليه. جامعة سنة ثانية جامعة أولى جامعة كان يزوركم كل قديش يروح بحذيك قرأ كان أولى جامعة هو لأن قرأ أولى جامعة نرمال مود زيام مسناء سهل شربي كل قديش كان يروح يطلع عليكم في كل عطلة يروح وعطلة الصيف تكون مع العطل الكبيرة أي أي داير في العطلة هذه اللي تعدت هو حفر سنتاج وعلى أساس مش يعمل فلاحة وان باراليل يقرأ كيف أعطوه الفلوس متاع الاسيرانس فضل أنه هو يعمل بها سنتاج ويعمل فلاحة ومن بعد تالي هو مش يجيب فلوس في مخه وان باراليل هانو يقرأ الفلوس اللي مش يجيبها من الفلاحة مش يكمل يصلح بهم وجهه بريفي لأنه هم ما ساعدوش أنه في السبيطار ما حاسش فما هكا حاجات باينة في التصليح متاع وجهه ما حاسش دونك كان الأمل متاعه أنه بالمشروع هذايا باش ينجم يعمل عملية تجميل باش يرجع وجهه كيما كان قبل بالضبط أي بي كيفاش تعديت العطلة صيف 2020 بخلاف المشروع والخدمة والتحضيرات اللي كان يقوم بيهم عادي في الدار معانا كان فما حاجة مش يقضيها معانا رمضان عداه معايا نتفكر يطيب معايا في الكوجينة يمشي للقهوة يبقى شوية مع أصحابه وقت صلاة هانو كان وصلى في الجامعة ولا صلى في الدار سينو ديما مع أمه هو ياسر هو وأمه قراب من بعضها كهو مفماش حاجة أخرى كان ديما متواجد معانا شو نوعية أصحابه شو نوعية علاقاته ورفيق عنده مشاكل في الوسط متاعه ما عندوش حتى مشكلة مفهمش حتى واحد ينجم يقولك راو رفيق عندي معاه مشكلة وإلا قال لي كلمة وإلا بالعكس أي واحد يقولك راو قدرني احترمني راو حشمني الكلهم صفات ما شاء الله ياسر حميدة ما هوش على خاطر أخويا راني نشكر لكن هذه بشهادة أي واحد موجود في منطقتنا وأي واحد تعرف على رفيق رفيق عمره 21 سنة 21 معك مباشرة لنهار 28 أوت 2020 كيفاش عاد نهاره وقتش خرج من بحديكم فاق الصباح أول حاجة فاق مخر شوي مشى يتوضى وصلى الصبح بعد جاء فطر قا حكينا شوي مشى عمل قهوة قريبة لينا فيتفي وجاء عاد معنا نهار يتحدث ونحكو كيفاش مش نعملو سنتاج ومش نشوفو له رخصة وكيفاش مش نعملو الفلاحة الحاجات اللي خاصة بالسنتاج نهار تحكينا بالقداء بالقداء مع الظهر دخل دوش وبدل حواج ومشى صلى الجمعة حاضر وجاء حكينا شوية بقى يحكي هو وأمه شوية بعد تالي صلى العصر وقرب باش نمشي نعمل قهوة وتنجي كالعادة كما كل ليلة يمشي يعمل قهوة ويجي نفس الروتين متاعه في الأيامات الكل في الأيامات الكل كما هك فمش حتى حاجة جديدة يعني ما فمش حتى حاجة ولا تلميح ولا برغم نقريبة ليه برشة ولا عمره قال لي لا عندي مشكلة لا مع إيكس ولا مع إجري اللي هو يحكي لي كل شيء نورمال مشى تبعد علينا نورمال 5 كيلومتر اي متعود ما نعرفش شنو وصل متعود يمشي يسهر ثم متعود يمشي صحابه والكلهم يتقابلوا ثم ويعملوا قهوه ويلعبوا رامي ويحكوا شويه ويروح كيما كل يوم نهارتها مشى عادي مشى العشيه ممكن الاربعه ونص شيء بكري شوية بعد تالي نحنا جينا نورمال موسم نحنا سمعنا 10:30 10:30 جينا شكون قال راو مرمي في الهنشير وراو ميت 10:30 متاع الليل 10:30 متاع الليل نحنا وصلنا الأخبار نحنا وصلنا الأخبار 10:30 متاع الليل لكن هما من 9:30 العباد لقوه وبقوا يتعرفوا عليه الساعة بي مروة خرج من بحذيكم قلت لي مع الأربعة 4:30 تقريبا
لاربع لاربع ونص تقريبا. شوية هو وقتش متعود يروح في العادة؟ في العادة لحداش يروح، في العادة إلى لحداش تفيق أمي تقولي أطلبي أخوك يروح، نطلبه لحداش يجي. يعني ما هذا كان وقت المرة هذه ما حسيتوش واخر؟ ما زال يعني الوقت. قلت لي مع العشرة ونص اللي ما زين صيف ساعة على وقت مرويحه يجيكم خبر وفيه بالضبط. شكون اللي بالضبط عليكم الخبر؟ جارنا كلموه جماعة قالوا له امشي قول البيت فلان راو رفيق مرمي في الهنشير وراو ميت. كيفاش وصل لكم الخبر هذية؟ لشكون قالوا؟ شكون علم لولاني من العائلة؟ هو نادى بابا وقال له، قال له راو ميت. ناس سمعت اللي هو قال له ميت لكن امي ما سمعتش، مشت على اساس هو مضروب وكهو على اساس مش تلقاه حي. بوك كان يعرف اللي هو توفى وقت بابا من اللي جاه الخبر قال له راو ميت، يعني راو مضروب ضربة موت. هو قال له كي من هك بالفصون هذي، لكن أمي يعني ماشي في بالها مازال حي. يعني بوك هو اللي علمكم هكا ولا بعد ما سمع الخبر؟ نحن الكل هو كيف نحن واقفين مع بعضنا، نحن واقفين مع بعضنا تلقينا الخبر مع بعضنا. كنت نجم مروة ترجع للدقائق هذوما اللي وصلكم فيهم الخبر؟ نحب توصف لي شنو اللي عاشتوا العائلة، الخويت الأم البوك يسمعوا الخبر هذا. أمي هزت طول تليفونها ومشت وحدها تمشي على رجليها حتى نلحقها جارنا بالكرهبة هزها وصلت له. أنا ما مشيتش لأني عندي في الدار جدي اللي تي ما نجمتش نخليه وحدي. دو بليس العبيد كانت سامعة في لحظة دانكو تعبت الدار بالعبيد. خويتي البرة سامعوا وكلموني ما همش أختي الساعة مش تموت، كلمتني إنسانة أخرى. خويتي الأولاد كيف كيف كلهم يبكوا وزيد ما عندهم شراق، أغلبهم عندهم شوراق. عندي خو بركة عنده وراق التواجد أصلاً وجاء لحضر الجنازة، أخرين كلهم عندهم شوراق في الخارج. الولد والولدة مشيوا باش يشوفوها كان في نفس البلاصة موجود ولا تم نقله المستشفى ولا وين بالضبط؟ ما لا كان في نفس البلاصة. وبالله النقطة ذي نحب نحكي عليها، نحب نفهم حاجة بالله فهموها لي إذا كانت نجمه، كيفاش يجي الحاكم وتخرج الحماية ويقولولك ما نجموش نهزوا واحد مقتول، تصرفوا أنتم هزيناه في إي سي زي، تصرفوا أنتم وهزوا ولدكم للسبيطار، هل هذا شيء يقبله العقل؟ كيفاش صار هذا يا مرو؟ جو جاء الحاكم حضر وعين بلاصة الجريمة واخذها تصاور وجت الحماية وجبدوا الرحم قالوا لهم هزوا ولدكم للسبيطار. انتم هزوه؟ لا ما عناش الحق. لفوه في باش، سكروا عليه الباش وقالوا لهم هزوه. هو وقتها كان متوفي هكا ولا اكدوا لكم؟ متوفي ديجا، متوفي متوفي عنده اكثر من ساعة. كيفاش نقلتوه للسبيطار؟ شكون تكفل بهذا؟ دارنا تكفلوا بالشيء هذا. عن عائلتي وناس القريبة منا، واحد بكرهبته يرحم والديه جاء وهزوه حطوه في الكرهبة من تالي في سيزي، هزوه للقصرين. وبعد ثلاثة أيام هزوه نهارة الجمعة في الليل، جبناه نهارة الاثنين الصباح دفناه. في ثلاثة أيام هذوما مروة قبل ما تعرفوا أسباب الوفاة، قبل ما تعرفوا أكثر تفاصيل، شنو كنتوا تسمعوا من روايات على اللي صار مع رفيق في الليلة هذيك؟ روايات غريبة جدا ومؤسفة جدا اللي ثم مجتمع مازال يحكي كيما هكا. في قتلوه على جال طفلة، في قتلوه على جال مالية، في قصوله ندرشناه، وفي أشياء غريبة جدا، في ضربوه خرجوا له قلبه لبرا، في الأشياء كلها سمعناها، الحاجات اللي توجع وتمس الكل سمعناها. حتى حد قليل رارمو باش تلقي واحد راعى مشاعر والتعليق الفارغة. وقتها كان عندكم معلقة بأصحابه اللي تواجدوا معاه في الليلة هذيك؟ سألتوهم؟ حاولتوا توصلوا المعلومات؟ تعرفوا شنو اللي صار بالضبط؟ أكيد سألناهم. هما آخر حاجة حكي لهم راو تقابلتنا والسيد وراو صار بيناتنا نقاش بسيط حوار عادي كما أي زوز، وراو خذا رقمي قال لي باش نكلمك. بعد اللي صلى خويا المغرب التليفون متاعو يسوني، ما حبش يهز المره الاولى، طلبوا برشا مرات وما حبش يهز عليه خويا المره الاولى. بعد هز عليه قال له يا رفيق جيب قهوه ودبوزه ماء واجا هاني واقف بجنب البير مقابل القهوه، بيناتهم 50 متر وما هيش بلاصه بعيده ويسهروا بحذاها العبيد. بالصدفه الليله هذيك ما فماش حتى واحد،
هز دبوزة الماء والقهوة ومشى. وقت اللي رفيق واقف يستنى في السيد هذا، تعدى عليه صاحبه وقال له رفيق اش تعمل هنا؟ قال له اني نستنى. مشى ذاك على روحه للقهوة، ما ثماش نص ساعة وجاهم واحد يجري، راو ثم واحد مرمي في الهنشير مدري ميت وإلا ديخ وإلا مشول جهرافي. بيش كونو شخص هذي اللي قلت لي صارت مناوشة صغيرة بيناتهم يطلب فيهم ما يجاوبش، ومن بعد عندهم رانديفو باش يتقابلوا بحذا البير، اللي هو موقوف حاليا، اللي هو شكونو شنو علاقته بيه؟ ما عندوش بيه حتى علاقة، لهم نفس عمر ولا قروا مع بعضهم ولا حد شيء، ما عندهمش ولا عمرهم زيد حكوه. للسيد هذا كان ديما يسأل في صحاب رفيق على جديد رفيق، على رقم رفيق، على الأشياء اللي تخص رفيق. شو الأسباب؟ علاش؟ لا ما عنديش حتى سبب نجم نقولهولك، ما شفتش حتى سبب، ما عندهمش حتى علاقة ببعضهم. عمرهم ما كانوا يتقابلوا؟ عمرهم ما كانوا يتواصلوا مع بعضهم؟ لا 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 جملة زيد. علاش حسب رايك من اخوك رفيق الله يرحمه بطبيعة الحال قبل انه يمشي للموعد هذايا اللي كان بحذا بير، مش وسط الناس، مش في القهوة كما قلت لي، كان قاعد مع اصحابه هز روحه ومشي؟ ما نعرفش صراحة، ما نعرفش، ومانيش حاضرة للديسكور اللي دار بيناتهم بين رفيق والسيد القاتل هذايا، انا مانيش عارفة شنو دار بيناتهم حديث العشية. نحن متأكدين لانه الليلة لولا اعترف هو بالجريمة وزيد بسابق الإصرار والترصد، يعني هو قال لهم راني مترصد من قبل. ما عطاش أسباب؟ الأسباب اللي أعطاها هو اللي تكتبت في البحث زميلة رفيق تكون بنت خال ولايد هذا يعني؟ السيد العيد الدربالي قال يحكي معاها، مرة يقول ندافع على شرفي، مرة يقول نكرهه، مرة يقول نحزده، مرة نحقد عليه، كل يوم يقول حداثة كل يوم، يعني السبب الرئيسي لتوما قاله. يعني الرابط الوحيد بيناتهم هو قريبة السيد هذا زميلة خو. هذا الرابط الوحيد، ما عندهم حتى رابط ببعضهم، لا قروا مع بعضهم ولا فرد عمر ولا أصحاب من أصل ولا عمرها محكو. قديش فرق بيناتهم في العمر تقريبا؟ هو 17 سنة كيف قلت لك، غير دخل 18 سنة، يعني 3 سنين بيناتهم 4 سنين أصغر من أخوك بثلاث 4 سنين. أي بي هذه شوية من المعطيات اللي وصلت لكم، ما كانش فما حتى شاهد موجود أدلة بشهادته عن اللي صار في الليلة هذه؟ على عين المكان ما فهمش حتى شاهد روح ضر للجريمة، لكن الكل محاضروا كيفاش كلموا وقالوا جيب لي قهوة ودبوزة ماء، وكيفاش خويا خرج له لي هو بالذات، يعني مخرجش الواحد آخر. وزيد نحن التوى لا ثم أداة جريمة، لا ثم حتى شيء، بالحق رانا التوى نستنوا، رانا عائلة محروقة على ولدنا، موجوعين على ولدنا، التوى نحب نعرف أموال حقيقة، الحقيقة رانا ما نعرفوش منها حتى شيء، لا الأسباب، لا أداة الجريمة، لا وين قتلوا، لا كيفاش قتلوا، لا وحده، لا اللي هو مستحيل يكون وحده. مروة هوني خلنا نرجع معك شوية، قلت لي توجه للتشريح بعد 3 أيام تمكنتوا من أنكم توصلوا لمثويه الأخير، تمكنتوا أنه يتدفن رفيق بعد 3 أيام، الأيامات هذوكم كيفاش تعديوا بالنسبة للعائلة، الوالدة، الوالد؟ قلت لي زيد عندك خويت البرة ما نجموش يجيوا، ما نجموش يحضروا، ما نجموش، الأيامات هذو مني مش شوية، كيفاش عشتوهم من توما كأسرة؟ كانوا خايبين برشا، كانوا أخي بيامات في عمر إنسان أنه يفقد بالحق واحد من العائلة ويفقد أقرب إنسان، مش حاضرين، كانوا غيظوني إخواتي ما همش حاضرين، أمي بالبكاء، أمي ما سكتتش، أمي لتو مشي ساكتة، أمي لتو تفيق الفجر تصلي وتبدأ تبكي على ولدها، تو الجبانة رجعتها دارها الثانية يومين في الجبانة. الله يرحمه إن شاء الله ربي صبركم. مروة كنت شفته بطبيعة الحال قبل ما يتم دفنه، كانت فما أثار بين عليه، كانت فما، كانت وصف لي فما ضرب، فما عنف، بعته نرجو تقرير طبيب الشرعي شنو قال. نحن ما خلوناش نشوفه، نحن ما خلوناش نشوفه، ورونا شوية من وجهه لأنه هم خافوا من بشاعة المنظر، نحن ما شفنا حد شيء، وبكينا برشا وتشوينا برشا، وعلى الأخر ما نجمناش نصبر في اللحظات هذيك، بالرغم عارفين حكم ربي
ولله الرجعة ما نجمناش نصبره، ما نجمناش لأنه يخرج من عندك يمشي على رجليه يروح لك بعد 3 أيام في صندوق، وملا عملت لا إيده لا رجله كيف ما يقولوا، ما خلوناش نشوفه. فاللي غسلوه عطوه لمحة بسيطة، عطوه اللي هو مضروب في شير الرواري على اليمين، واللي فيه شوية تمليز في ديه تاع إنسان جبدك ولا يجبد فيك ماشي كرك ولا هكا حاجات متاع حاجة في ديه وكها، ومثمش حتى تراس أخرى. بالنسبة لتقرير طبيب الشرعي مروة، طلعت عليه شفتوه انتوما العائلة؟ شفناه نحن، أما ماهوش كامل، مازال التاو ما كملش. شو فيه بالأساس؟ فيه على الأقل أسباب الوفاة. ضربة جاته في الرواري، عملت ليه نزيف حاد في الرواري. الأداة الجريمة هي آلة حادة من فصيلة السكين، عملت له سيركل ديامتر متاعها 3 سنتيمتر. الله أعلم هي شنو الحاجة اللي تنجم تعمل ليك دايرة 3 سنتي. احنا لتو ما نعرفوش بالحق، نعرفوا اللي هي آلة حادة من فصيلة السكين، هات لي شنو فيس تورني فيس، هات لي حاجة يعطيني الصحيح أقل شيء. هذا الكل نحن التاو نستنوا فيه، راه ما عندنا حتى فكره شنو. كما كنت تقول لي المتهم الاول على الاقل حتى التاو مازال متهم في الجريمه، ولكنه اعترف على الاقل بالذنب نتاعو، اعترف باليسار. وقتاش تم القبض عليه؟ شنو التفاصيل اللي عطاهم اليوم؟ شنو صار في مجرى القضيه؟ هم من أول ليلة شدوه، من 3 متاع الصباح هم شدوه، لأنهم الحاضرين للتليفون اللي صار بينه وبين رفيق طول قالوا رو فلان. فتوجهت الفرقة تحية ليهم لأنهم في ليلتها أسرعوا أنهم هم جابوه. صار البحث الأولي في سبيطلة، اعترف بالجريمة. بعد 4 أيام مشاء للقصرين وتم إيقافه رسميا، لكن التو ما صار حتى جديد في القضية، حتى جديد لا تعينة جلسة لا حتى شيء، هذا كل ما صار منه شيء. في اعترافاته كان وحده اللي قام بالجريمة هذه ولا كما شركاء؟ في أول مرة هو قرني وحدي، وهذه نقطة بالله باش نتطرق لها، انه هو الشاهد ضد سي العيد الدربالي يحب يدخله معاه في الجريمه. كيف المره الاولى يبحث قال قتلت وحدي، من بعد وصلته الاخبار اللي السيد هو الشاهد ضده قال راه رفيق مش هيقابل في بدل الابحاث، وقرني ناشد ديت رفيق لويت له ايده التالي وراه هو اللي قتله، اللي هو ليلتها متواجد مع بقية أصحاب رفيق في القهوة بقوا يستنوا في رفيق. فهمت؟ فاضطرينا نحن نهزوا العبيد اللي شاهدة اللي ليلتها معاهم في القهوة للبحث. هو اليوم يعني أنت لهنا تشوفي اللي قاعد يتلاعب. لا ما هوش موقف، لأنه عنده أكثر من شاهد وأكثر من دليل اللي هو متواجد في القهوة لحظة الجريمة، لكن هذا أنت تشوفي اللي هو التلاعب من السيد المتهم، تلاعب الأبحاث. كل يوم يجيب حديث يتقابل يجيه المحامية متاعه يجيب استوار جديدة. كنت قلت لي زيدة مروة أنه الرابط الوحيد بيناتهم هي قريبة المتهم وزميلة أخوك، تم سماحها في الأبحاث؟ كان عندكم فكرة؟ أكيد استجوبوها من أول نهار السبت، يعني الجريمة نهار الجمعة صارت، نهار السبت هي مشت تواجدت في سبيت لو عطت البحث متاعها، وتواجدت في القصرين من بعد وعطت البحث متاعها. فما أقوال مهمة نجم تفيد؟ أقوال مهمة، أهم شيء اللي هي أكدت لي ما عندهاش حتى مشكلة مع رفيق، وما أزعجهاش وما ضرهاش حتى في شيء. انفت كلام السيد المتهم، لأنه السيد المتهم رجع روحه يدافع على الشرف و و و و و، لكن هذا كله كانت أفلام يجيب فيها. وصل قال راني قتلت رفيق وقتها نام زطل ولا شنو، اللي هما عدوه للتحليل لقوا تحليل وقتها نظيف. قلت لي مروة زيدة كان فما تليفونات من العشية بين وبين أخوك الله يرحمه، تليفون رفيق كان فيه مساجات معينين، كان فيه أدلة، كان فيه حاجات عندها علاقة بالجريمة اللي صارت؟
تليفون رفيق فيه شيماء وحبوا يحلوها ما حبتش تحل وخلوه عندهم إلى يومنا هذا ما رجعوش على أساس أنهم دا يحلوه ويشوفوا شنو فيه شنو الفيسبوك متاعوش فيه تليفونات الميساجات هذوم الكل مازال التاو ما عطوناش حتى نوفيل في الحكاية هذه شنو لقوا فيه التليفون التاو ما قالوا حتى شيء. الجريمة اللي صارت هذه اللي إن شاء الله تتكشف أسرارها على قريب بطبيعة الحال وقعها كان صعيب عليكم أنتم كعائلة حتى على أصحاب رفيق، كان تحكي لي كيفاش تقبلوا أخبار وفاته، كان تحكي لي زيد على المظاهرات اللي كانت خرجت في سبيتلا والقاسرين. ما ثمش حتى واحد من أصحابه تقبل الحكاية ذي على فكرة التو، ونحن قاعدين نتعايشوا على أمل رفيقي نجم يرجع لنا لهذه الساعة التوى نحكو، ولا يكلمني واحد من أصدقائه ويقول لي مارو شبي رفيق مهزش علي التليفون، والله بليزير فوال تصير لي هذه. فمش حتى واحد متقابل، هي التوى قاعدة نستنوا في حاجة أخرى، نستنوا في رفيقي يبداش عايش في يطلع هذا كله فيلم يطلع حلمة يطلع هذا كل قاعدين نستنوا فيه، لكن هذا يرو قاعدة نصبروا به في رواحنا أكهو، وبحكم ان نحن ما نعرفوش لشنا هو السبب لحد شيء اضطرينا ان نعمل وقفة احتجاجية سلمية قدام المحكمة متاع القصري، تواجدوا اصحابه الكل والناس اللي تحبوا الكل ومشينا وطالبنا، نحن قاعدين نطالبوا بالاعدام صراحة، لانه هو ما يجيش انك انت خذيت فرد من عائلة والا حرمت ام، خاصة نقول لك ام، لانك انت لو تشوف ام اليوم امي عاملة جلطين مع موت خويا ما هيش عادية، هي ما قعدتش عادية، إنسانة ما عادتش حتى تعرف تتحدث، كان لبكاء أمي تعرف كان تبكي، أمي تفيق الصباح تبكي، نص النهار تبكي، في الليل تبكي، خويا الكبير ولا إنسان آخر، خويا الكبير ما عادش كيف كيف يعرف يقول كلمتين على بعضهم ولا منطوي على روحه، ما يحكي مع حد، ما يخدمش، هو مع عائلة كاملة دمروها، مش هو قتل رفيق راه قتل عائلة كاملة. أقل من العام تقريباً على وفاته مروة الله يرحمه، 6 شهور إن شاء الله ربي يصبركم، ونحب نخلي لك الكلمة الأخرى اللي كنتي لو كان عندك ما تقول بخصوص اللي صار مع أخوك، إن شاء الله ربي يرحمه مرة أخرى. تعيش وترحم عايش أختي، اللي نحب نقوله اللي صار عليه راهو شنيع جداً، ما عملش حتى حاجة توصلوا أنهم هما يقتلوه، وحتى ولو عمل ما يجيش رو بني آدم، كيفاش واحد يقتل واحد راي ما تجيش، انت حيواني غيظك فما بالك بشر. ندائي السيد رئيس الجمهورية السيد قيس سعيد ينظر لنا في القضية هذية ويكشفوا لنا الملابسات، يا أخوي نحن نحبوا نعرفوا باش ماتوا وعلاش ماتوا كيفاش، يجوا يشوفوا حالة أمي، يجوا يشوفوا حالة أم ملتاعة يومين تبكي على ولدها ما تعرفش شنو الأسباب وما تعرفش شنو القصة الصحيحة لتو، كل شيء كل شيء تبدل في صحتها وفي كل شيء ما عادش هامها، لدرجة أنه تطلب في حاجة برك من ربي يا ربي اجمعني بولادي، اللي هي ذي كلمة تمس برشة، تمس اللي احنا مازلنا عنده ومازال حاجتنا بها، مس أنك أنت في كل لحظة تفيق تلقى أمك تبكي في كل لحظة، جبانة مرجعتها دارها الثانية، وهو كان في معاملته ياسر باهي مع أمه، يغسل لها رجليها يدوش لها يمشط لها شعرها ويلبسها دباشها ياسر قريب منها ياسر ياسر ياسر، جي تاو تلقى ولدها ما ثماش ومش متربي، تحس إنسان قتله، مش ومات موت عادية، مات موت شنيعة، تمس هي فاقدته فاقدة صغارها الأخرين، أمي عاملة جلطين وعندها الدم، الدم ما يتيحش أصل تاو، الماكلة ما تاكلش والبكام ما تسكتش، انت تقولي رفيق قدامها وهي تموت موتاني وجهها يمشي يولي في حم حشيه،